السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. معنا النهاردة مع محاضرة Spanning Tree Protocol Configuration Part 1. بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل Challenging Lab 8. فاللاب بتاعنا تعالوا كده نبص كده على اللاب بتاعنا. ده أنا عندي سويتش 1 وسويتش 2 وسويتش 3، نفس اللاب بتاع الفيلانس. اوكي، القصة ان احنا عايزين في السايت ده هنسبورت عليه البي في اس تي بلس البير فيلان سبانينج تري بروتوكول. طيب، باي ديفولت يا شباب، باي ديفولت اي سويتش سيسكو، وانا بتكلم عن 90% من الكيسز اللي انا قابلتها في حياتي العملية، يعني السويتشات باي ديفولت بتكون بيزد اون بي في اس تي بلس، يعني السبانينج تري مود بتاعها بي في اس تي بي. تمام. طيب، فتعالوا بس نبص على الايه الاوبجكتيف بتاعه اللاب. مبدئيا كده طيب بيقول لك ايه، كونفيجر سبانينج تري مود تو R لا 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 تعالوا، هو في اول سلايد ده بيقول لك configure spanning tree mode to PVST on the left side، يعني في left side اعمل PVST. configure switch 1 to P root primary for VLAN 10 and 20. طيب switch 1 هيكون root secondary for VLAN 30 و 40 و 50 و 60. يعني ايه روت برايمري وروت سيكندري؟ لو انا رحت كده للديزاين بتاعي، بصوا يا شباب، السويتش ده اما يكون على مثلا بيلان 10 روت برايمري، ومثلا اخترت سويتش 2 ان هو يكون على فيلان 10 مثلا سيكندري روت سيكندري، فده معناه ان ده الروت، ولكن في حاله ان هو بقى داون ده اللي هياخد مكانه، ده اللي هيبقى الروت لفيلان 10. طبعا هو التقنيه دي، عشان اكون برضو صريح معاكم، التكنيك بتاع الروت ريدندنسي مش هيفيدني في الديزاين ده، هو هيفيدني في الهيراركال ديزاين. يعني بمنتهى البساطه ان انا اما يكون عندي سويتشين الديستريبيوشن، مش الكور، الديستريبيوشن بيكون نازل منه ايه، في سويتشات اكسس من تحت، صح ولا لا؟ كلام جميل. ده رايح هنا وهنا، ده رايح هنا، تمام، ورايح هنا، وده رايح هنا، وده رايح هنا، انا اسف، وده رايح هنا، تمام. فبالتالي بالنسبه مثلا فيلان 10 مثلا، فهخلي ده مثلا برايمري، ده باك اب. اوكي، هنا بتفيد في الحاله دي الروت ريدندنسي، لكن هي مش هتفيدني هنا في الديزاين ده. ولكن انا يعني طلبت منك الاوبجكتيف ده في ديزاين غير مناسب، ولكن انا عايز اعلمك الكونفيجريشن او الكوماند سيت اللي انا هكتبها في الروت برايمري والسكندري، عايزها تلزق في دماغك. انت مش هتحتاجها في كمستوى سي سي ان اي، لكن هتحتاجها كمستوى سي سي ام بي. تمام. فده جزئيه كده ملحوظه بالنسبه للبرايمري والسكندري، وطلبت منك ان انت سويتش 6 ده هيكون، لا انا اسف، بس عشان ليه سلايدين، يعني بصوا دي المطالب بتاعت الليفت سايد، ولكن اللي بعدها دي المطالب بتاعت الايه المفترض الرايت سايد، يعني بس هو مكتوب كده الليفت، لا لا ده الرايت، اها ده الرايت. نرجع تاني للليفت. تمام. قال لك configure switch 1 to peer root secondary، تمام، وبعد كده configure switch 2 to peer root primary، يكون root primary ال 30 و 40. طب مين السكندري بتاع 30 و 40؟ هو 1. طب switch 2 هيكون secondary VLAN 10 و 20، مين primary بتاع 10 و 20؟ هو switch 1. و switch 3 root primary for VLAN 50 و 60. طيب كلام جميل. في ال بقيه ال requirements هنا بقى في ال right side، اها في الرايت سايد بيقول لك كونفيجر سويتش 4، انا عايز الرايت سايد ده يشتغل الاول على الار اس تي بي، على الرابيد سبانينج تري بروتوكول بير فيلان. كونفيجر سويتش 4 تو بير روت برايمري فور فيلان 10 و20. كونفيجر سويتش 4 تو بير روت سكندري فور فيلان 30 40 50 ان 60. وبعدين كونفيجر سويتش 6 يكون روت برايمري 30 و 40. طب من السكندري 30 و 40؟ هو سويتش 4. طب وسويتش 6 يكون روت سكندري 10 و 20، مين البرايمري؟
ل 10 20 ده سويتش 4 تمام، سويتش 5 ده الروت برايمري ال 50 و60. طالب منك ان انت تعمل القصه دي كلها، الموضوع سهل وبسيط. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا سويتش 1، ادي هو سويتش 1. لو انا جيت عملت دو شو ران باي ديفولت يا شباب، السبانينج تري باي ديفولت مود بتاعه بي في اس تي تمام، ولكن في حاله ان هو مش بي في اس تي كده كده انا هوريك الكوماند سبانينج تري مود مود ايه بي في اس تي. ممكن تشتغل الام اس تي، وده انا مش هديهولك لان ده مستوى سي سي ام بي يعني عالي ورخم شويه. فانا هديك البي في اس تي ده المقرر عليك من سيسكو، والرابد بي في اس تي كونفيجريشن ده حاجه اكسترا تمام. فانا هخليه بي في اس تي، وبعدين انا عايز اخلي سويتش 1 ده روت برايمري الفيلان 10 20 وروت سكندري فيلان 30 و40 و50 و60. فانا هعمل سبانينج تري فيلان 10 و20 روت برايمري تمام، وبعدين سبانينج تري فيلان 30 و40 و50 و60 روت سكندري اوكي. وبعدين هروح لسويتش 2. اروح سويتش 2. بصوا بقى، لو انا مثلا رحت كده، ادي عندي سويتش 2. لو انا رحت على سويتش 2 جيت عملت شو سبانينج تري في لان 10، يعني وريني كونفيجريشن السبانينج، مش كونفيجريشن، حاله السبانينج تري، بيقول لك ان انا ايثرنت 0 سلاش 0 ده روت بورت. طب كلام جميل فعلا، لان ده اللي بيؤدي بسويتش 2 ان هو يروح للروت، هذا ده هذا الانترفيس. طب يقول لك ان 0 سلاش 3 ده الرول بتاعته alternate plugged ده 0 سلاش 3. اكيد معنى ذلك ان طالما ده بلجد فاكيد ان البرايورتي بتاعته اعلى من سويتش 3. البرايورتي بتاعته اعلى من سويتش 3، لان لو سويتش 2 كان اقل في البرايورتي من سويتش 3 كان سويتش 2 هيبقى الايثرنت 0 سلاش 3 ده هيكون ديزيجنيتد. كلام جميل. وبعدين بيقول لك ان 1 سلاش 0 اللي رايح للسيلز ده ديزيجنيتد اوكي، لاند فوروردنج بورت عادي جدا. اوكي مفيش ادنى مشكله. هروح ل كومبيتي سبانينج تري مود بي في اس تي، بعد كده سبانينج تري روت. انا عايز اخلي، انا اسف، سبانينج تري فيلان 10 و20 هيكون روت ايه سكندري، وبعدين سبانينج تري فيلان 30 و40 روت ايه برايمري. كلام جميل جدا. طيب وبعدين هروح الى سويتش 3. انا عايز اخلي سويتش 3 ده ايه بقى، هخليه سبانينج تري مود بي في اس تي، وبعدين اخليه روت على ايه، على فيلان 50 و60 صح ولا لا؟ اها تمام. طيب كلام جميل جدا. لا سبانينج تري فيلان 30 و40 روت برايمري. اوكي طيب انا كده خلصت السايت ليفت سايت. طيب نروح الى سويتش 4. سويتش 4 هنا كومبتي هعمل سبانينج تري، انا عايز اشتغله بقى ايه ك ار اس رابيد بي في اس تي تمام. فانا هكتب كده رابيد بي في اس تي، وبعدين هقول سبانينج تري في لان 10 و20 روت برايمري، وبعدين نفس القصه على الليفت سايد هنعملها في الرايت سايد، فيلان 30 و40 و50 و60 روت سكندري. كلام جميل جدا. لو انا رحت هروح لسويتش 6 انيبل كونف تي سبانينج تري مود رابيد بي في اس تي، وبعد كده سبانينج تري فيلان 10 20 روت سكندري تمام. وبعدين سبانينج تري فيلان 30 و40 روت ايه برايمري. حلو قوي. بعد كده هروح لسويتش 5 كونتي سبانينج تري مود رابيد بي في اس تي، وبعدين سبانينج تري فيلان 50 و60 روت برايمري، مش هيكون سكندري لاي فيلان. شويه اوامر كده ايه في الشو تمام. لو انا جيت عملت شو سبانينج تري ودوست انتر هيجيب لي حاله السبانينج تري بس في كل فيلان، في كل فيلان على طول، يعني في كل فيلان 1 و10 20 30 40 اها 50 60 اوكي. طيب كلام جميل. ال 60 مين الروت بتاعه؟ الروت بتاع ال 60 هو سويتش 2، فاكيد لو انا على سويتش 1 اكيد ايثرنت 0 سلاش 3 دي هتكون ايه؟ روت بورت صح ولا لا؟ كلام جميل جدا. فانا عندي فعلا 0 سلاش ثواني بقى، لا ده 0 0 سلاش 3 مش روت، ده ديزيجنيتد تمام، ده ديزيجنيتد
اوكي. لكن 0 سلاش 0 سلاش 1 ده روت، تمام. انا على سويتش 1 مين الروت بتاع فيلان 60؟ المفترض سويتش 3. اهو لو انا جيت على السويتش 3 كنت عملت شو سبانينج تري فيلان 60، هيقول لي ان ذيس بريدج از روت. اوكي. لو انا رحت ده على سويتش تمام، ده خلي بالكم يا جماعه ده السويتش 1 ده يعني واقف على سويتش 1، المفترض الروت بتاع فيلان 60 سويتش 3 مش 2، سويتش 3 مش 2، تمام. فاكيد كده بقى منطقي جدا ان انا الاقي ان اي سانيزيو سلاش 1 دي ايه هي الروت، لان هي بتؤدي بسويتش 1 اللي هو يروح للروت اللي هو سويتش 3 بالنسبه لفيلان 60. انا بتكلم ايه على فيلان 60، كلام جميل. المفترض 0 سلاش 3 دي ديزيجنيتد، هي ديزيجنيتد اوريدي، فاكيد ان ايثر نت 0 سلاش 0 بالنسبه لفيلان 60 يعني اكيد هتكون بلوجد، لان ده الريدوندنت لينك اللي عندي، صح ولا لا؟ لان كل سويتش من دول هيحسب افضل مسار الى الروت، فبالتالي سويتش 1 هيستقر على ان افضل مسار للروت هيطلع له من ايثر نت 0 سلاش 1، وبالتالي ايثر نت 0 سلاش 1 هتكون روت بورت. وكذلك سويتش 2 افضل مسار بالنسبه له انه يطلع لسويتش 3 هو المسار اللي بيطلع من ايثر نت 0 سلاش 3، بالتالي ايثر نت 0 سلاش 3 هتكون روت بورت، وبالتالي اللينك ده هيكون ريدندنت. ولكن انا لقيت ان ايثر نت 0 سلاش 3 ده ديزاجنيتد، اكيد ايثر نت 0 سلاش 0 لازم تكون بلجد. تعالوا نتاكد. لو انا جيت على سويتش 2 جيت عملت دو شو سبانينج تري في لان 60، دو شو سبانينج تري في لان 60، فعلا انا لقيت ان 0 سلاش 0 ايه بلجد، 0 سلاش 0 بلجد. خلي بالك هنا ان هو بيقول لك هنا الكوست، الكوست ثرو ايثر نت 0 سلاش 0، لا انا اسف بقى، هنا بيقول لك الكوست لي الكوست هنا اللي بتؤدي بسويتش 2 الى الروت هنا بتساوي ايه 100. اوكي هنا بتساوي ايه 100. طيب تعالوا كده نلعب في في الكوست دي. لو انا رحت الايثر نت 0 سلاش 3 وجيت قلت سبانينج تري كوست، تمام، هحدد الكوست اخليه 200. اوكي لا ممكن اخليه 300. اها بالتالي خلي بالكم هيصبح هنا الكوست، لو انا جيت عملت جوش سبانينج تري فيلان 60، الكوست هنا خليت الكوست اللي بيؤدي سويتش 2 لسويتش 3 اللي هو الروت من ايثر نت 0 سلاش 3 اعلى من الكوست اللي بيؤدي بسويتش 2 الى سويتش 3 عن طريق ايثر نت 0 سلاش 0. فاكيد ايثر نت فاكيد سويتش 2 هيبدا يقلب الكفه بتاعته، ان 0 سلاش 3 هتصبح بلوكد وهيروح عن طريق الايثر نت 0 سلاش 0، 0 سلاش 0 هتبقى ايه؟ هتبقى ان فوروردنج ستيت، تمام، ان فوروردنج ستيت. طيب كلام جميل. فخلي بالكم ان هنا في حاله الليسننج طبعا احنا بنقول وده يا ريت برضه نركز عليه، ان اي بورت يا جماعه اي بورت، تمام، عشان يبقى اب يعني في حاله الفوروردنج، اوكي، بيقعد 10 ثواني في حاله الليسننج بيلسن للبي بي دي يو، 10 ثواني في حاله الليرننج بيلسن للماك ادرس عشان يخزنه على الكام تيبل، و انا اسف لا هو بيقعد هنا 15 ثانيه هنا 15 ثانيه، انا اسف يعني 15 هنا 15. طبعا الايه الواحد بقى في كتر الارقام، مره بقى ارقام الهلو تايمر في الاو اس بي اف، ومره مش عارف في الاي اجر بي والاتش اس ار بي والقصه دي كلها، هنا 15 هنا 15. واذ كان البورت في حاله البلاكد، تمام، وعايز طبعا هو بعد الليسن والليرن، بعد الليرن بيكون في مرحله الفوروردنج. طيب افرض البلاكد زي عندي كده ايثر نت 0 سلاش 0 اللي هو هنا، تمام، ده كان في حاله بلوكد، عشان يتنقل لحاله فوروردنج، تمام، يعني يبقى فور بي فورورد الباكتس، يبقى الراجل جاهز، يعني هو كان بلوكد. فانا عشان انتقل من البلوكد الى الليسن لازم اقعد كام؟ 20 ثانيه، لازم اقعد 20 ثانيه، تمام. فدي الايه فطبعا البورت عشان بيبقى كان بلوكد ولازم يتنقل لمرحله فورورد كده هيقعد 20 و15 و15 هيقعد كام؟ 50 ثانيه. اوكي دي معلومه كده. انا طبعا عندي اتنقل اهو بقى ليسن، تمام. تعالوا نشوف مره ثانيه، يقول لك ان هو روت ولكن بقى فوروردنج في الفورورد ستيت، تمام. ليه؟ لان الكوست هنا انا في حاجه مستغرب لها، ان الكوست هنا 0 سلاش 0 هنا 100، لو هنا حاسبها ك 100 يعني المفترض تكون 200. ليه؟ لان هنا الكوست طبعا بتاعت الكوست بتاعت
الميجا بت، ال 10 ميجا بت هي المفترض 100، فانا يبقى عندي هنا 100 و100 يبقى كده 200، بس هو هنا حاسبها على 100، فالموضوع ده ايه غريب شويه. ممكن يكون دي بقايا في الاي او يو. اني واي طيب ده ذاتس اول اباوت كده الايه الباث كوست، برضو علمتك برضو ازاي تلعب في الكوستس الخاصه بالبورس، ان انت تكتب سبانينج تري كوست وتكتب الكوست بتاعتك. طيب في المحاضرة النهاردة خلصنا ال Challenging Lab 8، شفنا Configuration ال PVST، شفنا Configuration ال RSTP، وكذلك علمتك ازاي تكونفيجر ال Path Cost، تقدر تكرر كده تلعب بال Topology بتاعتك وتشكلها بالشكل المناسب لحسب الديزاين الموجود قصادك. انا يعتبر خلصت، اشوفك على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.